مكرونه بالسجق او طاجن المكرونه. انا عندي هنا مكرونه نيه مش مسلوقه، وعندي عصير طماطم خفيف، سجق، بصل، فلفل طبعا، وزيت. هبدا اسوي السجق. بصلايه حلوه كده، ايه كبيره، ناخد جزء منها بس، رشه بس ملح صغيره عشان ريحه البصل. الفلفل الرومي دي حوالي قولي كده نص كوبايه من الفلفل الرومي، فلفله متوسطه الحجم قطعيها صغير خالص. نقطعها بس قطع كبيره، وانزل السجق. مكرونه هنزلها هنا على السجق نيه اهي، وعندي بصلايه مبشوره نيه عليها. النيه دي مع المستويه بتديكي طعم فظيع. اظبط لها ملح وفلفل. انزل بقى كده في الطاجن ده كده، وابدا اشربه عصير طماطم عليها بس كده خفيف. لازم يتغطى، لازم بورقة الألمونيوم كويس جدا علشان ما يطلعش بخار، علشان لو طلع بخار الميه اللي فيه دي هتطلع منها، فما تسويش معايا الايه المكرونه، هتلاقي المكرونه ناشفه. ماشي، انما كده لا، انا بخلي البخار كده جوه يطري المكرونه ويسويها. خلاص ضغطت عليها حلو قوي كده، ابدا بقى ادخلها في الفرن على فرن حامي على 200 درجه مثلا، شويه من تحت وبعدين اطلعها فوق، يعني خليها احس انها غليت كده من تحت لمده مثلا، الفرن سخن اهو لمده ربع ساعه، وبعدين ابدا ان انا اطلعها فوق على نار هاديه تستوي بس كده.